داكشي راه كيبقى يتزاد. مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينة الجديدة، يعني عاصمة دكوالا. هذا هو الجو العام قبل انطلاق مقابلة المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره المنتخب الغاني. مدينة خاوية، اغلب الشوارع اللي موالفه كتكون مكتظة بالعاجلين والناس، فهي خاوية. احنا دابا في الدخلة ديال مدينة الجديدة من جهة الجنوبية، غاديين داخلين للمدينة باش نشوفو ونقلوكم، يعني تشوفوا الجو العام ديال شوارع مدينة الجديدة. هذا هو الجو قبل انطلاق مقابلة المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره منتخب غانا. فكما كتلاحظوا يعني ما كاينش مواطنين خارجين بزاف، كنا كنعرفوا هاد المنطقة وهاد لاكوت اللي كيكون ممتلئ عن آخره. المنتخب الوطني غيواجه بعد أقل من 10 ديال الدقائق من الآن، يعني مبقاش وقت كثير، المنتخب الوطني المغربي غيواجه منتخب غانا. جميع المواطنين إما في المنازل ديالهم أو في المقاهي لمتابعة مقابلة المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره المنتخب الغاني. مقابلة اللي غتكون صعبة، وصعبة جدا بالنسبة للمنتخبين معا. المنتخب الوطني المغربي كيطمح باش يحقق نتيجة إيجابية باش يلعب بارتياح المقابلات الأخرى. الجماهير الجديدية أو منطقة دكالة، يعني كنعرفوا الشغف ديال المواطنين والحب ديالهم للمنتخب الوطني المغربي اللي دائما كيساندوا المنتخب الوطني المغربي. يعني اليوم جميع كنشوفوا كما كتشوفوا هاد الجوج غاديين داخل القهوة، يعني لابس التوني ديال المنتخب الوطني المغربي باش يشجع المنتخب الوطني المغربي. المقاهي مملوءة عن آخرها، لكن الشوارع كما كنلاحظوا ناس قلال، يعني أغلب الناس يتجهوا للمقاهي ويتجهوا للمنازل ديالهم خلال هاد اللحظات لمتابعة المقابلة الهامة اللي غتجمع المنتخب الوطني المغربي ونظيره المنتخب الغاني في أول مقابلة ديال المنتخب الوطني بكأس إفريقيا. مقابلة غتكون صعبة للطرفين، لا بالنسبة للمنتخب الوطني أو المنتخب الغاني، كل طرف غيحاول يحقق نتيجة إيجابية. العناصر الوطنية المنتخب الوطني المغربي رغم الغيابات رغم الإكراهات فهو كيسعى باش يخرج من هذه المقابلة بنتيجة إيجابية. كنشوفوا حتى موالين السيارات يعني كيمشيو بسرعة كيجريو، يعني إما المقاهي أو غادي للمنازل ديالهم لمتابعة المباراة، مباراة الفريق الوطني المغربي ضد نظيره المنتخب الغاني. على شارع النصر بمدينة الجديدة، شارع النصر بمدينة الجديدة واحد من أهم الشوارع.
مدينة خاوية فيها بدال الأثناء. مثلا غندخلو لبعض الشوارع داخل بعض الأحياء. المواطنين داخلين المقاهي والمنازل متابعة مقابلة المنتخب الوطني المغربي ونظيره الغاني. كما كنلاحظوا مدينة خاوية اليوم، حنا كنجوبوا بعض شوارع المدينة. مدينة خاوية هاد اليوم. أغلب المواطنين فهم داخلين لمتابعة المقابلة للمنتخب الوطني المغربي والمنتخب الغاني. حنا دابا الآن دخلنا وسط أحياء شعبية باش نقربوكم يعني من الأجواء داخل المدينة. فكما تلاحظوا أغلب الشوارع يعني ما كاينش مواطنين خارجين بزاف، مواطنين داخلين كيتابعوا، كل واحد خايد المكان ديالو اما في المنزل ديالو او في المقهى لمتابعة هاد المقابلة الهامة اللي غتجمع المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الغاني. مقابلة غتكون صعيبة صعيبة جدا. مقابلة غتجمع المنتخب الوطني المغربي كما قلنا والمنتخب الغاني. لقاء هام، لقاء صعب. كنتمناو المنتخب الوطني المغربي يحقق نتيجة جد إيجابية هاد اليوم ويفرح الجمهور المغربي المتعطش واللي ينتظر يعني هاد اللقاء بفارغ من الصبر. مقابلة المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الغاني كما قلنا مقابلة مهمة، خاصة العناصر الوطنية اللي كتسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية، تحقيق التأهل. يعني هذه المقابلة هي المفتاح باش تسهل العناصر الوطنية التأهل للدور المقبل. أغلب المواطنين، أغلب المشجعين وأنصار المنتخب الوطني فهم الآن يعني كيتابعوا المقابلة اللي غتنطلق. مقابلة المنتخب الوطني المغربي اللي مبقى ليها والو، غتنطلق يعني قريب غتنطلق هاد المقابلة. كما كنشوفوا الشوارع خاوية بمدينة جديدة تزامنا مع هاد المقابلة الهامة اللي غتجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره المنتخب الغاني. المنتخب الغاني واحد من أقوى المنتخبات الإفريقية، وبالتالي فالمواجهة لن تكون سهلة بين الفريق الوطني المغربي والمنتخب الغاني. وإن كان أغلب المتتبعين كيرشحوا المنتخب الوطني المغربي للفوز بهذه المقابلة نظرا للمقابلات الإقصائية اللي أبان فيها المنتخب الوطني عن علو الكعب ديالو وتحقيق العلامة الكاملة. يعني لم ينهزم المنتخب الوطني المغربي في 6 ديال المقابلات متتالية، يعني حقق فيهم الانتصار كاملين 18 نقطة في 6 ديال المقابلات داخل المجموعة ديالو. هو المنتخب الوحيد اللي حقق
هذه النتيجة على المستوى الإفريقي المستوى القاري. منتخب وحيد انتصر في جميع المقابلات وكان أقوى دفاع وأقوى هجوم عند المنتخب الوطني المغربي. الكل يعني كان ترقب كبير ترقب كبير يعني هذا هو البلانس اللي ما كيكون عامر بزاف كيكونوا فيه الناس بكثرة. كنشوفوه يعني الحالة ديالو ديال المنطقة اللي كتكون عامرة بزاف بالمواطنين. فاليوم ما كاينش داك العدد اللي موالف كنشوفو فيها. هذه هي شوارع عاصمة الدكالة قبل انطلاق مقابلات المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب غانا. هذه هي الاجواء العامه وحنا كندخلوا ماشي في شوارع هذه في ازقه داخل احياء شعبيه وكنشوفوا الناس غادي مزروبين باش يدخلوا يتفرجوا في المقابله. هذا هو الجو العام قبل انطلاق مقابله المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره المنتخب الغاني. مقابلة لجميع قلوب المغاربة مع العناصر الوطنية خلال هذه المواجهة واللي كنتمناو المنتخب الوطني المغربي يحقق فيها الانتصار. هذه هي شوارع مدينة الجديدة قبل مقابلة المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب غانا كيف كنلاحظو. مدينة خاوية هذه الشوارع الرئيسية وسط المدينة. كنقول لكم الأجواء داخل الشوارع. مقابلة انطلقت في هذه الأثناء بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب غانا وهذا هو الجو العام داخل شوارع مدينة الجديدة. يبدأ اللحظات اللحظات اللي انطلقت فيها المقابلة. فكما كنشوفوا مدينة خاوية الكل مركز مع مقابلة المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب الغاني. ترقب كبير لقاء يعيد بالشيء الكثير والكل كينتظر نتيجة إيجابية للمنتخب الوطني المغربي. مقابلة اللي تأكدنا غياب مجموعة من العناصر الوطنية إما بسبب إصابة أو بسبب فيروس كورونا كأيمن برقوق وأيوب الكعبي. عناصر اللي غيفتقدها المنتخب الوطني المغربي خلال مقابلة اليوم، ولكن العناصر اللي غتدخل اللي غادي تمثل المنتخب الوطني خلال هذه المواجهة فهي تقوم بالواجب. الكل كيعول يعني على 11 لاعب اللي غادي يدخل: بونو، مايي، أكراد، سايس، حكيمي، ماسينا، أملاح، أوناهي، لوزا، بوفال، أبو خلال. العناصر اللي 11 اللي غيمثلوا المنتخب الوطني المغربي في هذه المقابلة. هذه الشوارع ديال المدينة الجديدة خلال هذه اللحظات اللي كيتجرى في المقابلة ديال المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب غانا. اللحظات اللي كتجرى فيها مقابلة المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب غانا هذا هو الجو العام داخل شوارع مدينة الجديدة عاصمة الدكالة.
يعني هذه هو الحالة، يعني مدينة خاوية فارغة، مشي كيتفرج في المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب الغاني كما كتلاحظوا. مدينة خاوية تزامنا مع مقابلة المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب غانا. يعني حاول ننقلكم من مدينة جديدة باش تشوفوا الأجواء ديال المدينة قبل انطلاق هاد المقابلة. غنهيو هاد اللايف في انتظار لايفات أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.